48 قالوا غير قادر. بعد 100 يوم من حكم الكاظمي أو من رئاسة الكاظمي أي في آب 2020 75% من العراقيين يقولون أنه كان قادرا السيد الكاظمي، في حين عندنا 25% توزعوا بين لم يكن قادرا و 2% قالوا لا نعرف الإجابة. إذا نروح على الرقم 10 سلايد رقم 10 الرضا عن اختياره كرئيس للوزراء. طيب إذا تلاحظ في بداية في أول أسبوع لما سوينا أول استطلاع عن السيد الكاظمي كان فقط أقل من 50%، 49% من العراقيين راضين. طيب في أول أسبوع هذا قفز الآن وراء 3 أشهر قفز إلى 65% من العراقيين أصبحوا راضين عن اختيار السيد الكاظمي رئيسا للوزراء، مقابل 32% أو ثلث العراقيين غير راضين عن اختياره، في حين كانوا الغير راضين هم الأكثرية في أول أسبوع وهم 51%. آخر السلايد اللي موجود أمامكم إذا دا يعرض أمامكم لأمام الشاشة أيضا المقارنة عن الرضا في اختيار السيد الكاظمي مقارنة عن الرضا عن اختيار السيد عادل عبد المهدي. في شباط 2019 كان 45% من العراقيين راضين عن عادل عبد المهدي في شباط 2019، نعم، مقابل 55% غير راضين. في يومنا هذا والنتائج البارحة احنا خلصنا العمل الميداني وسوينا التحليل، 65% من العراقيين راضين عن اختيار السيد الكاظمي مقابل 32% غير راضين. نقطتين مهمة يجب أن